السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. طيب عمر، كلمة لابنائك في مسار جودولفين، شو تحب تقول لهم؟ طيب عمر، والله اقول لهم اجتهدوا وهذا فرصة انكم تعرفون، وانا يعني لين اليوم وانا اتعلم كل يوم شيء جديد، كذلك حمدان يتعلم كل شيء جديد، فالمواظبة والدراسة هي اللي بتخليهم ينجحون. أعلنتم اليوم طويل العمر أيضا إرسال إماراتيين إلى الفضاء بدعمكم بتوجيهاتكم طويل العمر في الفضاء، في الخيل، في كل المجالات، كيف تشوف؟ صحيح، لا الفضاء كنا من 12 سنة ولا بد أن سوينا قاعدة للفضاء وشباب مهندسين وخبراء، فنزل هذا إن شاء الله بنرسله في المستقبل وبنشوفه ان شاء الله. والامارات مستقبل الخيل كيف تشوفه طويل العمر، في الفلات او في القدره؟ طويل العمر كلها اشوفها انه طيب، الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامه.